لو الحكاية فيها إن فيديو فانت عاملة إيه بقى النهاردة بشكل عام؟ فعلا الصدار 14 جنيه من السوق بيطلع ب 17 كم 14 بيطلع ب 17 كم 17 بيطلع ب 20 الجوافة دي 8 جنيه بتتباع ب 10 كم؟ الجوافة 8 بتتباع ب 10 البطيخ ده كل بطيخة وليها رزقها الخوخ دلوقتي 10 جنيه بيتباع ب 13 15 البطيخ يعني الكيلو بكام؟ لا ده لسه مش بالكيلو امال بتتباعها ازاي؟ بطيخه ب 10 وبطيخه ب 20 وبطيخه ب 30 مش كل واحد طب ليه بقى يعني تفاوت الاسعار دي؟ انواع دي انواع دي انواع مالهاش دعوه ده تفاح ب 17 جنيه يعني مثلا لو حد جه اشترى منك البطيخه دي بتبيعها له بكام؟ دي ب 15 طب ولو دي بكام؟ هي اللي عندنا واحد صنف واحد من بره في مثلا حاجه ب 20 حاجه ب 10 بس أصلاً. اللي عندك النهارده كله ب 15 اللي عندنا ده ب 15 والموز بقى بكام؟ الموز من 9 ل 10 من 9 ل 10 السوق ب 8 جنيه ونص والبرتقال البرتقال بتتباع ب 7 ونص 6 ونص من السوق ب 4 جنيه و5 جنيه اللي انت عاوزاه فيجو